اهلا بكم متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، بنحييكم محصول جديد من المحاصيل الهامه اللي بيتم حصادها هذه الايام، وهو محصول الثوم. الثوم البلدي واحد من المحاصيل الهامه واللي يعني السوق ما بيستغناش عنه، كمان الاسره ما بتستغناش عنه. هذا الثوم هو خزين للاسره في محافظه المنيا، واحنا عايزين نقول ان الثوم واحد من المحاصيل الاستراتيجية اللي الأسرة بتحب ان هي تخزنه في البيت عندها في المنزل. وطبعا زي ما انتم شايفين ده موسم حصاد الثوم البلدي في محافظة المنيا، لذلك بيتم حصاده هذه الأيام. انا قلت لواحد عرباوي قال لي الفدان ب 20000 جنيه، دي سالت على موتور ميه، واحد قال لي لو ركبت طاقه شمسيه ب 2 مليون جنيه. طب انا هجيب منين 2 مليون؟ انا يا بابا معايا تمن الارض.